الحمد لله، هيش أمس وافقيت ما بي إلا رب العالمين يبين الحقيقة وارجع أنا وهي على حارتي وأعمل لها عرس تسمع فيه الشام كلها. أمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. خير؟ لك منين بدي أجي الخير لك يا عقوب؟ منين بدي أجي الخير وأنا بعيد عن حارتي؟ بعدين أنت شو ذنبك اليوم والتاني طالع نازل على الحارة؟ بالله ما تعبان؟ لا أنا ماني تعبان. بعدين بتعرف أنا عم أحس حارتك حارتي وأهلها أهلي وناسها ناسي. الله وكيلك، وقت توفى يونس عليم الله حسيت انه حدا من اخوتي هو اللي توفى، فلا تاكل همي. انا مبسوط كتير في الحاره، واذا الله عطاني عمر بدي اجيب اهلي وانزل على الحاره، وبدي اياك تخطب لي وحده من الحاره. ما بتخطب لي؟ والله انت بتشرفنا لك يا عقوب. تعرف قسما بذات الله نيالك انت كل يوم عم تنزل على الحاره، عم تنزل على الحاره وعم تشرب من مياتها. إلا ما تفرج أبطاي، إلا ما تفرج. صحيح يعقوب، ما بدك تبارك لي؟ على شو؟ أنا خطبت. خطبت؟ مين؟ خطبت المستورة بنته لأبو دياب. بصلاة محمد عم تحكي جد؟ إيه والله. ولك إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك لك يعقوب، وروح إن شاء الله نفرح منك عن قريب. إذا هيك القصة بدي أعمل كاسين شاي وأسهر معك لسحور. عود ما بدي اشرب شاي، انت زلمه تعبان، قوم نملك شوي احسن. يلا لك انا بدي نام، انا بعد هالخبر الحلو عادي يجيني نوم ان شاء الله عقبال ما اشوف هيك عر ولاد عندك، بس مو بالمغاره، بالحاره.